معي على الهاتف ايضا سياده المستشار نير عثمان وزير العدل. مساء الخير يا سياده المستشار. اهلا وسهلا استاذ الامين. اهلا بيك وربنا يكون في العون يا فندم. دعواتك والله ودعواتك ربنا يعيننا يعني على الحمل دوت ويعين كل الزملاء الحقيقه في الظروف دي. طبعا ظروف صعبه جدا لكن انتم اهل لها. يعني لو يعني تقول لي ايه اهم احنا لبينا لاننا يعني احنا جنود لبلدنا يمكن لو في ظروف غير دي كان هيبقى في رفاهيه التفكير وانما يعني لازم كلنا يعني كل جهد نعمله نحاول يعني نخرج من اللي احنا فيه ده ان شاء الله. طيب يعني اهم شيء عايز تعمله ايه يا سياده الوزير؟ ايه يعني اهم شيء في اجندتك بتقول انا هقول لك مع حضرتك بقى في اجندتي دلوقتي يعني اللي في اجندتي كرجل قضاء ان هيتعمل كل حاجة فيها تيسير وفيها تمكين لزملائي القضاة والناس اللي بانهم يأدوا رسالتهم في 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 جو يسمح لهم بالانجاز وكل حاجة كويسة. ده اللي هو في ذهني وانا قاضي لان قاضي لسه لحد دلوقتي. سيادة الوزير هل يمكن تخصيص دوائر جديدة للإرهاب؟ الحقيقة الدوائر الموجودة برغم ان هم بيشتغلوا يعني لكن في رد دائما للقضاء يعني هل يمكن تخصيص دوائر اكثر للإرهاب للإسراع بانجاز القضايا؟ انا هقول لحضرتك حاجة يعني الملفات دي كلها عشان ما يعني ما اقولش كلام بدون يعني انا لسه هتدرسه هشوف كل الامور دي وطبعا الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده وارد لان يعني من الاساسيات او اولويات المرحله دي اللي متفق عليها في الوزاره ومع فخامه الرئيس ان احنا عايزين يبقى في انجاز وعايزين في سرعه. هل بالفعل هل طلب منكم السيد الرئيس انجاز القضايا وسرعتها سرعه التقاضي بالذات بالنسبه لقضايا الارهاب اللي شكلها مطول معانا كتير؟ لا دقيقه واحده هو يعني الرئيس لا يستطيع ان يطلب مننا احنا كوزراء سرعه انجاز القضايا، احنا كوزير تنفيذي للعدل ان انا بهيئ كل الامور وكل الجو المناسب لزملائي واولادي انهم يشتغلوا ويحققوا، انما القاضي لا سلطان عليه لغير القانون، انما هذا ما فيش ما يمنع بقى ان زي حضرتك ما قلتي ان في امكانيه ان بالاتفاق معاهم ان احنا نزود عدد الدوائر، نشوف المعوقات وخصوصا المسائل الامنيه واللي برضه ما حضرتك ملاحظه ان القضاة بيشتغلوا بيحكموا في جو مستهل. صحيح صحيح. جو يعني رهيب فبرضه اللي بيؤدي لسرعه انجاز القاضي يعني لو كان الانجاز الوقت واحد لو حققت له الامن والطمانينه والجو بتاع ده ممكن يبقى بدل واحد خمسه. وده مهم جدا حمايه القضاه الحقيقه لانهم بيتعرضوا للنيابه. يعني برضه عشان يبقى مفهوم ان القضاء المصري قضاء مستقل يعني مساله ان يحكموا امتى وقد ايه وبتاع ده لا دخل لمخلوق فيه الا رئيس المحكمه اللي بيحكم. طب انما دور الوزير انه يهيئ لهم الجو والامور اللي تمكنهم من ذلك وانه طبعا يعني كلهم اخواتنا وزملائنا برضو بالتلاقي والتواصل ان احنا يعني ممكن يبقى في تفاهم اللي ممكن يتعمل نعم. يعني كقضاة يتداولوا يعني ممكن يتعمل ايه عشان نسرع شويه كده فده اللي هيبقى دور بس دورنا احنا الاساسي ان نوفر لهم المناخ واحتياجاتهم وكل اللي هم عايزينه يعني طبعا شو الاحتياجات ما بنتكلمش عن احتياجات ماديه ولا حاجه مفهوم يعني مفهوم التامين والتيسير يعني مساله الحاجات الماديه ده كل الناس وكل الطوائف وكل بتاع المفروض يعني يسيبوا الحاجات دي شويه لحد البلد ما تقوم يعني ما 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 مش يعني نعم. مش في وقت مطالبات تكلف او اعباء ماليه صحيح. على الدوله. بشكرك سياده المستشار نير عثمان وزير العدل اتمنى لك كل التوفيق.